رفض نيابي وسياسي لتوغل القوات التركية بعمق الأراضي العراقية، ومطالبة بالتوجه نحو المجتمع الدولي لإدانة التجاوز على سيادة العراق. النازحون والفقراء ساحة تحاول بعض الأحزاب في الأنبار اللعب عليها لشراء أصواتهم بمبالغ زاهدة في الانتخابات. مجلس النواب يحدد 19 من الشهر الجاري موعد لانعقاد جلسته الأخيرة، والقانونية النيابية تستبعد إقرار القوانين بالفترة المتبقية. تأجيل زيارة ابن سلمان إلى بغداد لما بعد الانتخابات. ومكتب العبادي يؤكد أن إعلان زيارة المسؤولين من اختصاص الحكومة حصرا. أهلا بكم في نشرة 11، وهذه تفاصيلها. رفضت لجنة الأمن والدفاع النيابية محاولات القوات التركية التوغل بعمق الأراضي العراقية في الشمال بذريعة مكافحة عناصر حزب العمال الكردستاني. عضو اللجنة عماد يوخنا قال أن دخول تركيا إلى العراق لم يجابه برد حكومي صارم وحازم، وسيفتح المجال أمام التواجد العسكري الأمريكي والإقليمي بالعراق، مبينا أن بغداد لن تبرم أي اتفاق عسكري مع إسطنبول يسمح لها بالتواجد داخل الأراضي العراقية. في تعد سافر وبضوء أمريكي أخضر تتوغل القوات التركية داخل الأراضي العراقية مجددا. مراقبون دعوا الحكومة إلى التوجه نحو المجتمع الدولي لإدانة هذا التجاوز على سيادة العراق. زميل حسين أحمد معه المزيد من التفاصيل. ما إن رجحت الكفة التركية ومن تدعمهم من مجاميع مسلحة بالسيطرة على عفرين السورية، حتى أطلقت العنان لقواتها في التوغل 15 كيلومترا قد تزداد لاحقا داخل محافظة أربيل وعند المثلث الحدودي العراقي التركي الإيراني، أطماع برائحة حلم الخلافة العثمانية التي يصدح بها أردوغان دائما تجري بضوء أخضر أمريكي ولا مبالاة كردية. الوجود الأمريكي هو سبب الأزمة، لأنه دعا قوات الناتو للدخول إلى العراق وتركيا ثاني جيش في حلف الناتو، إضافة لأن الأمريكان غضوا النظر عن دخول تركيا إلى عفرين وإبادتها القوات الكردية التي كانت تعتبر الولايات المتحدة حليفة لها، وهذا ما أشعر أردوغان بأن الولايات المتحدة أن تتخذ أي تصرف سلبي اتجاهه، وما شجعه على الدخول إلى الأراضي العراقية. أعتقد أن إقليم كردستان ما زال يغض النظر ويتواطى مع الحكومة التركية، وقد صرح مسؤول أكاد بأنهم لا يمانعون من دخول قوات تركية. عدم فرض العراق سلطته الاتحادية بشكل كامل على حدوده الشمالية بعد 2003 بفعل المعرقل الكردي جعل تلك المنطقة قبلة للجار متعدد الغايات، وبوجود الرفض العراقي لهذا التدخل باعتباره يمس سيادة البلاد ومساندة المجتمع الدولي لهذا الرفض، يستطيع العراق التحرك تجاه المحاكم الدولية ونبذ جميع التدخلات. هنالك اتفاقيات سابقة مع النظام السابق تم تجديدها حقيقة بظروف غامضة سمحت للأتراك بالتواجد في بعشيقة في غيرها. سلطة الإقليم لن تمكن سلطة بغداد من الوجود في الحدود والتواجد في المناطق المنافذ، هذا ما يسمح حقيقة عدم التفاوض وما يسمح تطاول الجوار. وعلى الرغم من تأكيد العراق مبدأ حسن الجوار مع الجميع بشرط احترام السيادة المتبادلة، إلا أن جارة تركيا تصر على قلقلة هذا الثابت باستمرار. فهل سيشهد الشمال العراقي عفرين ثانية، أم سيكون لأصحاب القرار موقفا مجلجلا يمثل حكمة المنتصرين الواثقين من خطاهم؟ من بغداد حسين أحمد، قناة بلاد الفضائية. بهدف زعزعة استقرار محافظة كركوك، يحاول الأكراد إعادة قوات البشمرج عبر بوابة الضغوط الأمريكية. العرب والتركمان أبدوا رفضهم عودة تلك القوات، خصوصا بعد فرض سيادة القانون عمر البدري، ومزيدا من التفاصيل. في خطوة أخرى تحاول القوات الكردية عودتها إلى كركوك، لكن هذه المرة عن طريق ضغوطات أمريكية على الحكومة العراقية لعودة تلك القوات إلى المناطق المختلطة أو ما تعرف بالمناطق المتنازع عليها.
الأمر الذي لاقى رفضا عربيا تركمانيا للحديث عن عودة القوات الكردية إلى المحافظة والمناطق الأخرى. كون العربي والمكونات الأخرى رافضة لتواجد أي قوات أخرى غير قوات الاتحادية، وبالتالي هو فرض الأمن والقانون على الجميع، وما دام هذا الهدف تحقق في وجود قوات مكافحة الإرهاب في محافظة كركوك والتي بسطت الأمن على الجميع وفرضت القانون على الجميع، بالتالي نرفض تواجد أي قوات أخرى عدا هذه القوات. المكون التركماني من جانبي لا يزال يرفض وجود تلك القوات في كركوك، مطالبين الحكومة الاتحادية ببيان موقفها بهذا الشأن. إعادة البشمركة إلى كركوك يعتبر أمرا مرفوضا جملة وتفصيلا. إحنا ما صدقنا يلا نخلص من هذه المشاكل تهدأ الأمور في كركوك، لذلك إذا كانت هناك أي مفاوضات على الحكومة لابد من بيان موقف واضح حول هذا الموضوع. الشارع الكركوكي يرى عدم عودة البيشمركة إلى كركوك بعد فرض القانون فيها بسبب الممارسات القمعية التي قامت بها تلك القوات ضد أهالي المحافظة. نرفض رفض يعني بدخول القوات البيشمركة إلى محافظة كركوك، لأن أسس تفجيرات ماكو بكركوك، يعني إذا يطبون نفس الأولانية راح يصير. نحن اليوم كمواطنين في محافظة كركوك نرفض عودة قوات البيشمركة. لا أمريكا ولا غير أمريكا يحاولون إعادة هذه القوات إلى كركوك بسبب أفعالها التي قامت بها أثناء توليهم هذه المحافظة منذ 2003. تصريحات يسعى لها مروجيها لأنفسهم بأن البيشمركة ستعود برعاية أمريكية للاشتراك بملف المناطق المتنازع عليها، حيث يرى المراقبون ما هي إلا زعزعة الوضع الأمني في المحافظة بعد عملية فرض القانون. من كركوك، عمر البدري، قناة بلاد الفضائية. قيادة عمليات الجزيرة والحشد الشعبي نفذا عملية استطلاع جوية مشتركة في وادي حوران بالأنبار لوقف تسلل بقايا الإرهاب وتأمين الشريط الحدودي. صباح حكيم والمزيد. سلسلة من اللقاءات تجريها القيادات العسكرية للجيش العراقي مع الألوية التابعة للحشد الشعبي والتي تتواجد على النقاط الحدودية في المناطق الواقعة غرب الأنبار لتنسيق العمل المشترك فيما بين القيادات الماسكة للأرض. وتجري هذه الجهات الأمنية استطلاعات جوية وبصورة مستمرة لتأمين الشريط الحدودي ومنع العصابات الإرهابية من التسلل أو تنفيذ عمليات إجرامية. حاليا نحن اجرينا استطلاعات جويه لكافل للحدود الدوليه والمناطق عمق الصحراء لمسافه تصل اكثر من 100 كيلومتر، وكذلك هناك سلسله من عمليات تعقب العدو والبحث عن الخلايا النائمه المنتخبه بالصحراء لاجل تدميرها وعدم اعطاء الفرصه للعدو. نفذنا عمليه مشتركه استطلاع قاطع الجزيره لمتابعه الخلايا النائمه. ان شاء الله العمليات مستمرة بالعمل المشترك بين الفرقة الأهلية الثامنة ضمن قيادة عمليات الجزيرة وقيادة الحشد الشعبي. التعاون بين القطاعات على مستويات عالية جدا في ظل تبادل المعلومات الاستخباراتية من أجل تحقيق الهدف المنشود، وهو مسك الحدود الدولية بقوة مع تقديم ما أمكن للعوائل الساكنة في الأقضية والنواحي الحدودية من طعام وشراب، وهي مهام حملتها القوات الأمنية ومعهم مقاتلو الحشد منذ الأيام الأولى لانطلاق فتوى الجهاد الكفائي. وجود بعض الأماكن وتحديد بعض النقاط لانطلاق عملية حوران إن شاء الله قريب العاجل. هذه المنطقة لها أهمية استراتيجية في تأمين الحدود بين العراق وسوريا. وبدأت بعض العصابات الإرهابية بتحركاتها الإجرامية في عمق وادي حوران مستهدفة قطاعات عسكرية تابعة للجيش العراقي، ما يجعل من الأيام القادمة حبلى بعملية عسكرية تستهدف تلك الخلايا الداعشية للقضاء عليها ووأد جرائمها. مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية، ما زال عدد من الأحزاب السياسية في محافظة الأنبار يسعى إلى استغلال النازحين وبعض المواطنين الفقراء. أوساط رسمية وشعبية أكدت شراء تلك الأحزاب لبطاقات الناخبين وبمبالغ زهيدة. سعد الحاج والمزيد.
لا زال المواطن في الأنبار يتوجس خيفة من الانتخابات بعد المرارة وسوء الأحوال التي صاحبت الدورات السابقة وتكرار ذات الوجوه والأحزاب التي لا تحمل فكرا ولا منهجا سوى الاستمرار على كراسي السلطة والاستحواذ على ميزانيات ومقدرات المحافظة، تاركة المواطن يبكي على ليلاه وسوء الاختيار. يعني اكو وجوه قبل 4 سنوات منافسهم البوغوني وقاموا النازحين، نفسهم هسه نفسهم رشحوا انتخابات النوب بفلوس البوغون بيهن جاي يشترون الاصوات يشترون بطاقه انتخابيه. فاحنا ان شاء الله ماشيين بالتغيير وان شاء الله ما يبقون هالوجوه غير هالوجوه عرفنا من لنا ومن علينا. خلي يحسون معاناه الفقير، خلي يحسون هاي النازحين اللي بيوتها تهدمت تفلشت طلعوا على بيت عوضوا قالوا له هاك هاي. نطلب من المفوضين مسؤول عن الانتخابات ان تنقي او تختار شو اسمه المرشحين اللي تشوفهم يقدرون يقدمون خدمه للمواطن، خصوصا احنا مدينه الرمادي اذا تشوف انت بعيونك المرشحين مالتنا اغلبيتهم مرشحين مال عباره عن مدراء مال دوائر، يعني انتخب بها الانسان اللي يقدر يحافظ على المدينه اللي يقدر يقدم خدمات للمدينه، خصوصا هسه انت تشوف يعني اكو بطايق من 5 يقدر يشتري لك الصوت الناخب. فيما يرى مراقبون للشأن السياسي أن سياسة تفقير الشعب وإبقائه على مستوى معيشي متدني بدأت تحصد الثمار عند الفاشلين من الأحزاب والشخصيات السياسية من خلال خطوة شراء البطاقات الانتخابية بمبالغ زهيدة سيدفع ثمنها المواطن 4 سنوات من المعاناة والإهمال حسب تعبيرهم. مدير عام أو مقيم مقام أو كذا أو نائب محافظ يرشح المجلس المحافظة راح يسخر كل هاي الامور الترشيح ماله وراح يرجع النوب ويجتمع على صدور العالم في 4 سنين 5 سنين النوب الى ان يرث الله الارض ومن عليها، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ما نشوف وجوههم الاخرى هذول المدراء الموجودين والمرشحين الموجودين، يعني ان شاء الله نشوف وجوه جديده. من دوره انتخابيه الى اخرى لم يتغير حال المواطن ولم تاتي الكتل والاحزاب بجديد وساهم في تغيير ملامح المشهد السياسي الذي تسبب بدخول داعش الإرهابي وهجر الأهالي ودمر المحافظة. فهل يستطيع المواطن من تغيير واقعه من خلال صناديق الاقتراع؟ تساؤلات سيكون لها جواب في قادم الأيام. صناديق الاقتراع هي الفيصل في تحديد هوية الوجوه التي ستقود المحافظة خلال المرحلة المقبلة من خلال المشاركة الفاعلة والإصرار على التغيير. من الأنبار سعد الحاج، بلاد الفضائية. أبدى عضو تيار الإصلاح الوطني هيثم الطرفي استغرابه من مطالبات بعض القوى السياسية السنية بتواجد الأمريكان لحماية الانتخابات على الرغم من الاستقرار الأمني الذي يشهده البلاد. الطرفي وفي تصريح سابق لبلادي أكد أن القوة العراقية قادرة على تأمين إجراء الانتخابات بأكمل صورة. سبق أن أجريت 3 انتخابات ما كانت هذه الطلبات، وكان الوضع الأمني متردي في البلاد والوضع الأمني كان مخيف وفي إرهاب، وحاليا أبدا الوضع الأمني يستقر في العراق ودحر الإرهاب وفي جهود القوات الأمنية والحشد الشعبي والقوات العسكرية، فلا نوجد مبرر لهذه القوة الخارجية لحماية الانتخاب. فالكفاية في قواتنا الأمنية المسلحة وهذه القوة اللي أبدت وأبدأت استعدادها لحماية كل مراكزها الانتخابية، وهذه المراكز حمايتها مو أفضل من وأقوى من داعش، داعش اللي دحره وداعش اللي كان داعش مهيمن على محافظات 4. أثارت دعوة اتحاد القوى الأخيرة المتعلقة بضرورة حماية المراكز الانتخابية بقوات أمريكية موجهة من الرفض والشجب. مراقبون أكدوا أن هذه الدعوات تمثل خرقا واضحا للسيادة العراقية وسط مطالبات بتأمين الانتخابات حصرا من قبل القوات الأمنية. عبد الله نوري معه المزيد. مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في آيار المقبل، تبرز دعوات من قبل بعض القوى السنية لحماية المراكز الانتخابية بقوات أمريكية خاصة. هذه الدعوات تأتي في وقت تزعم فيه واشنطن إرسال قوات إضافية إلى نينوى وأربيل والأنبار وديالى وصلاح الدين وزيادة قواعدها العسكرية في المناطق المتنازع عليها والمحافظات التي حررت مؤخرا. مراقبون أكدوا أن دعوات اتحاد القوى الأخيرة تعد خرقا فاضحا للسيادة العراقية، وهي بمثابة نقطة بداية لتنفيذ أجندات خارجية.
دعوة بعض الشخصيات والأحزاب لوجود قوات أجنبية لحماية مراكز الانتخابات وكذلك الاقتراع هو ناتج عن معرفة ودراية عن توجه الشارع في تلك المناطق بانتخاب شخصيات أثبتت وطنيتها من خلال محاربة الإرهاب وكذلك التضحية من أجل العراق والعراقيين، والتوجه بأن يكون هناك انتخاب بعيدا عن الطائفية، وهذا ما لا يروق لبعض الشخصيات التي تعتمد على إثارة النعرات الطائفية. وبحسب مراقبين فإن بعض الأطراف التي لها ثقلها في العملية السياسية تعمل على رسم ملامح الحكومة المقبلة على وفق ما يتلائم مع طموحاتها ومخططاتها، مستعينة بواشنطن التي تحاول بأي شكل من الأشكال ضمان إبقاء قواتها في العراق بعد انتهاء الذرائع لذلك الوجود، وهذا ما يرفضه المواطنون جملة وتفصيلا. طبعا هؤلاء النواب الذين يدعون إلى حماية الانتخابات من قبل الأمريكيين هم أساسا منبوذين ومرفوضين في مناطقهم. نرفض جملة وتفصيلا هذه المطالبات بتواجد القوات الأمريكية لحماية مراكز الاقتراع. مراكز الاقتراع ومنذ أول انتخابات كانت بحماية القوات العراقية، ونجحت القوات العراقية في حماية جميع مراكز الاقتراع. هذا ويعتزم اتحاد القوى العراقية التقدم بطلب رسمي لإشراك القوات الأمريكية بتأمين الانتخابات في بعض المدن الغربية والشمالية لمنع ما وصفها بالضغوطات التي قد تمارس على بعض الناخبين، بيد أن سكان تلك المحافظات لا يرغبون مجددا انتخاب تلك الشخصيات التي كانت سببا بإقحامهم بظروف قاسية منها ما تجرعوه طوال الأعوام الثلاثة الأخيرة. عبد الله نوري، بلاد الفضائية، بغداد. مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية شهدت مراكز تسجيل الناخبين في محافظة نينوى إقبالا كبيرا للمواطنين وسط إصرار على المشاركة الواسعة بالانتخابات واختيار وجوه وكفاءات جديدة في الاستحقاق الانتخابي المقبل. محمود الجماسي والمزيد. ما انفتحت مراكز تسجيل الناخبين أبوابها في محافظة نينوى حتى شهدت إقبالا كبيرا من الناخبين على تسجيل بياناتهم واستلام البطاقات الانتخابية. هذا الإقبال الكبير تسبب بزخم على مراكز التسجيل، مما جعل المفوضية تأخذ إجراءات جديدة لاستيعاب هذه الأعداد. انتخب وجوه جديدة، واليوم حدثت البيانات وجيت حتى أخذ البطائق، وإن شاء الله احنا نختار وجوه جديدة، لأن سابقا ما حققنا شيء وكانت المدينة منكوبة. فقدمت على هوية، قال لي زوجتك وبناتك، قلت لا، زوجتي بناتي بالخارج، استلموا عن طريق السفارة العراقية، وانا بس اطيب هوية مالي هون، ولازم انتخبانا، لازم انتخب، هذا من اجل بلدي. لنا احنا رغم ساعة الانتظار الطويلة الا ان المواطنين لم يتعاجزوا من تسجيل بياناتهم، وذلك لأنهم أيقنوا بأن الانتخابات هي الحل الأمثل للتغيير، باحثين بذلك عن وجوه وكفاءات جديدة بدل الوجوه القديمة التي كانت إحدى أسباب نكبة هذه المدينة على حد قولهم. لازم ننتخب هذا واحد، نغير من شوي من الوضع اللي صار، خاصة وراء خروج داعش وما داعش. شيء ثاني، انت تشوف انه اقبال من الصبح الى حد الان الناس تتحدث، الحمد لله، والمفوضيه ما مقصره حتى يوم الجمعه تتفتح. تجري بصوره سلاسه وكما خطط لها مستقبلا، وتسير وفق السياقات المعموله وفق القوانين الموضوعه من قبل المفوضيه العليا المستقله للانتخابات. قبل حين غلق باب الترشيح لقبول طلبات المرشحين وصل العدد في محافظه نينوى الى 907، ولكن هذا العدد لا يعتبر نهائيا الا حين المصادقه على قوائم المرشحين. استقرار الوضع الأمني وطرد سطوة الإرهاب من المدينة أعطى الفرصة للكفاءات بترشيح نفسها وخوض هذه الانتخابات، مما يشير إلى صراع انتخابي قد يكون هو الأعنف في تاريخ هذه المحافظة. إن إقبال المواطنين الكبير على مراكز التسجيل جعل المفوضية تفتح أبوابها حتى في أيام العطل، وقرابة 900 مرشح يتنافسون على 30 مقعدا فقط، مما سيجعل هذه الانتخابات أسخن ما يكون. لقناة بلاد الفضائية من الموصل، محمود الجماس. حددت رئاسة مجلس النواب 19 من الشهر الجاري موعدا لانعقاد جلسة البرلمان. مقرر مجلس النواب نيازي معمار أغلو قال أن هذه الجلسة هي الأخيرة وستمدد لأكثر من 7 ساعات لإكمال التصويت على القوانين المتبقية،
مشيرا إلى أن مطلع نيسان المقبل لن يكون هناك نصاب بسبب انطلاق الحملات الانتخابية. استبعدت اللجنة القانونية النيابية إقرار القوانين خلال الفترة المتبقية من عمر البرلمان. رئيس اللجنة محسن سعدون طالب رئاسة البرلمان بأن يكون هناك ضغط على رؤساء الكتل من أجل حضور النواب إلى جلسات مجلس النواب لإقرار هذه القوانين قبل الأول من نيسان، مرجحا عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد جلسة مجلس النواب. أكد النائب عن كتلة تيار الإصلاح الوطني توفيق الكعبي أن مشروع الموازنة أصبح قانونا بعد انتهاء المدة التي نص عليها الدستور. الكعبي وفي تصريح لبلادي شدد على أن اعتراض معصوم على الموازنة لن يترك أي أثر قانوني. ومرور هذه الفترة الزمنية تعتبر قانون، يعني الآن الموازنة هي قانون صوت عليه وليس باستطاعة السيد رئيس الجمهورية الطعن فيها إلا من خلال المحكمة الاتحادية إذا كان هناك بعض الخروقات التي يتصور على أنها غير قانونية، فمن حقهم أن يعترضوا بالمحكمة الاتحادية. ولكن بشكل عام تعتبر الموازنة مصادق عليها ومصوت عليها وتعتبر قانون بالأحرى. اليوم حقيقة لدينا بعض المعلومات من الأخوة على أنه تم إرسالها إلى مجلس النواب، ولكن أعتقد هذا الموضوع دون جدوى، وتعتبر الموازنة قد مررت بشكلها الدستوري والقانوني. بين ميول سياسية قومية ومخالفات قانونية، رئاسة الجمهورية رفعت الفيتو على الموازنة من موقف معارض للصلاحيات الدستورية، ومع مرور مدة 15 يوما بعد الإقرار النيابي عليها حسم القانون دون موافقة معصومة. تفاصيل أكثر مع أنمار الرماحي. بعد مخاض عسير ومقاطعة كلية مررت موازنة 2018، لكنها اصطدمت بجدار رفض معصوم وطعنه بأكثر من 31 مادة فيها، جدار وصفه الكثير بأنه بني على أساس الميولات السياسية القومية، فيما عده آخرون بأنه حق طبيعي للرئاسة العراقية. ليأتي الرد القانوني من قبل مختصين بأن الدستور لم يمنح الفيتو لفخامة رئيس الجمهورية، وتحديدا في المادة 73 الفقرة الثالثة التي أفادت بأن على رئيس الجمهورية المصادقة على القوانين خلال 15 يوما، وفي حال انتهاء المدة المذكورة من دون المصادقة تكون الموازنة دستورية. المالية النيابية من جهتها أكدت أن الموازنة دخلت حيز التنفيذ ولا صلاحية لمعصوم برفضها لعدم احتوائها على خرق دستوري، فيما جاء موقف اللجنة القانونية منسجما مع نظيرتها المالية باعتبار الرفض شكليا وجاء بدوافع سياسية وبضغط من قبل حكومة إقليم كردستان. ومع مرور 15 يوما من تاريخ التصويت في مجلس النواب على الموازنة، أقرت اللجنة القانونية بسلامة موقفها القانوني والدستورية، وعلى الحكومة المباشرة بتطبيق بنودها بعد نشرها في جريدة الوقائع الرسمية. وبهذا فإن محاولات تعطيل الموازنة الاتحادية من قبل رئاسة الجمهورية والكتل والأحزاب الكردية المعترضة على نسبة الإقليم الجديدة والبالغة 12.7% من حجمها الكلية قد خاب مسعاها وفق الدستور، وسيتم تطبيق الموازنة دون الحاجة إلى موافقة معصوم. كشفت النائبة عن التحالف الوطني نهلة الهبابي عن وجود آلاف الموظفين الفضائيين في إقليم كردستان. الهبابي قالت أنه خلال عمل اللجنة الاتحادية المكلفة بإحصاء موظفي الإقليم تبين وجود 250,000 فضائي يشغلون وظيفة في السكك الحديد، موضحة أن الرواتب ذهبت إلى جيوب المفسدين، وكانت الحكومة الاتحادية قد أطلقت رواتب جميع موظفي إقليم كردستان من ضمنهم البيشمركة. كشفت لجنة الصداقة العراقية السعودية عن تأجيل زيارة ولي العهد محمد بن سلمان والمسؤولين السعوديين إلى بغداد
لما بعد إجراء الانتخابات في آيار المقبلة. رئيس اللجنة حسن الحمداني قال أن هناك رؤية مشتركة تكونت بين بغداد والرياض من خلال الزيارات المتبادلة، كاشفا عن وجود تعاون بين الجانبين باتجاه تطوير العمل بين المؤسستين التشريعيتين، على أن ينسحب هذا العمل إلى السلطة التنفيذية. أكد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي أن الإعلان عن زيارة مسؤولي الدول الشقيقة إلى العراق من اختصاص الحكومة حصرا. المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي أشار إلى أنه لا ينبغي الاهتمام بالإشاعات بهذا الصدد والتعليق عليها، مبينا أن العراق منفتح على جميع الدول ومعزز علاقاته وفق المصالح المشتركة، وأضاف أن هذه السياسة التي اتبعتها الحكومة الحالية أثبتت نجاحها بعودة العراق للمجتمع الدولي وأن يكون قوة فاعلة في المنطقة. أزمة ملف النفايات في محافظة البصرة ما زالت مستمرة وسط تأكيدات من قبل الشركة الوطنية للتنظيف وبلدية المحافظة لإيجاد حلول نهائية لها. خالد السلامة معه مزيدا من التفاصيل. عاصفة ترابية لم تستمر سوى دقائق لكنها نفضت الغبار عن كثير من النفايات التي تطايرت في أنحاء مدينة البصرة، فهذا شارع الكويت الذي يعتبر مركز سوق العشار، ترى الأوراق تتصاعد فيه وتنزل كحال ملف النفايات في المحافظة. يجب على أكيد الحكومة المحلية أن تتخذ قرارات حازمة بشأن تسلم هذا الملف، أما للبلدية أم إلى شركة تكون هناك لديها الإمكانية بإدارة هذا الملف المهم. ما تمر به محافظة البصرة يبعث على الأسف والأسى في آن واحد، باعتبار أن هذه المدينة هي فضلا عن أنها الواجهة الاقتصادية الأهم في العراق. الأزمة التي فرجت بعد أيام من توقف شركة التنظيف الكويتية عادت، عودة جعلتنا نضع كثيرا من علامات الاستفهام حولها، لماذا توقفت؟ ولماذا قال المحافظ أسعد العيداني لا عودة لها؟ ولماذا اليوم عادت لكن بآلياتها فقط؟ تم عقد اجتماع مشترك ووضع خطة أولا لتدارك الوضع الطارئ اللي سببت توقف منذ 15 يوم. أبدت الشركة تعاون معنا في نجاح هذه الخطة، مستعدين كامل الاستعداد لإبداء المساعدة والتعاون مع بلدية البصرة إلى أن مدير بلدية البصرة يطلع برا بعد الطريق. مسؤولون رأوا أن أزمة التنظيف في البصرة لن تنتهي، فهي باتت مثار جدل من جهة ومكاسب اقتصادية وسياسية من جهة أخرى، وشابه الكثير من علامات الاستفهام أهمها الغرامات المفروضة وفرق السعر ما بين 30 مليار التي طلبتها البلدية للقيام بالتنظيف و69 مليار دينار سنويا الذي اتفق على رصدها للوطنية. حتى ما يدار من أحاديث هنا وهناك ومحاولة تحريك عواطف البعض، أعتقد أنه لا يجدي نفع، لأن هناك إصرار لدى الحكومة بعدم عودة هذه الشركة. في الوقت الذي تتحدث به الحكومة المحلية بأنه لا تجديد للشركة الوطنية بعد اليوم، ترد الأخيرة بأنها ستدعم بلدية البصرة بالآليات في اتفاق جديد لربما يثير الكثير من علامات الاستفهام. خالد السلامة لقناة بلادي البصرة. لمواجهة حرارة فصل الصيف يستهلك العراقيون مئات الآلاف من أجهزة التكييف رديئة المنشأ والقادمة من الخارج. معنيون أكدوا أن ضعف الرقابة الحكومية وراء توقف المعامل الوطنية عن الإنتاج. أحمد العبودي والمزيد. يستهلك العراق مئات الآلاف إن لم يكن الملايين من أجهزة التكييف أو بما تسمى بالمبردات سنوياً. أكثر من 90% من هذه المنتوجات جاءت من خارج الحدود العراقية بعد أن كانت بغداد تصدرها إلى دول الجوار في وقت سابق. وتعود أسباب هذا التراجع بحسب معنيين إلى توقف المعامل الوطنية عن الإنتاج إلا ما ندر، بعد أن عزفت المؤسسات الحكومية الأخرى والأسواق المحلية عن المنتوج المحلي. إحنا كانت الطاقة الإنتاجية لحد عام 2003 توصل إلى 8000 مبردة شهريا،
في الوقت الحاضر احنا مدى نقدر نوصل لهذا الرقم. حاولنا نتعاقد ويا الوزارات لكن لقينا الاذن غير صاغيه لهذا الموضوع، يعني ما تقدمت اي طلبات بخصوص المنتوجات اللي تنتجها شركه الهلال الصناعيه. الشيء المضحك المبكي في الموضوع ان بعض المصانع الحكوميه في وزاره الصناعه تحولت من منتجه الى مجمعه للمستورد الصيني، واوقفت مكائنها عن الانتاج وامست عامله لدى بعض التجار لتجميع اجهزه كهربائيه مستورده. اي طبعا اكو شراكه مع مستثمرين اللي شوفوه هسه صورتوا، عندنا عقد شراكه، يعني هو عقد خدمه يعتبر مستقبلي حاليا لانتاج مباردات اللي هي هذه صورتوها هسه حضرتكم داخل المعمل. المنشأ مالتها صيني بس تجميع هنا بالمعمل من الصفر، يعني من اجزاء صغيره. اما الجهات المختصه عزت ذلك التراجع إلى انفتاح الأسواق العراقية على مصراعيها للمستورد دون رقابة حكومية وتغلغل المفسدين في مفاصل الدولة وسيطرتهم على القرار في إبرام الصفقات، الأمر الذي يذهب بمؤسسات الدولة بحسب خبراء في الشؤون الاقتصادية باتجاه المستورد لأجل استحصال عمولات مالية. أحمد العبودي، قناة بلادي. النشرة مستمرة وفيها: ديمستورا يحذر من انهيار الأوضاع في بعض المناطق السورية بسبب التصعيد التركي. فرنسا تواجه مخاطر الملاحقة القانونية الدولية بسبب توريدها أسلحة إلى السعودية والإمارات. مجددا أهلا بكم. حذر المبعوث الأممي ستيفان ديمستورا من انهيار الأوضاع في بعض المناطق السورية بسبب التصعيد التركي. ديمستورا قال أن فقدان السيطرة على المناطق مختلفة في شمال سوريا سيكون له تأثير كارثي ليس فقط على سوريا بل على المنطقة بأسرها، محذرا من أن استمرار القتال في عفرين قد يؤدي إلى عودة داعش وباقي المجاميع الإرهابية لتلك المناطق. أدانت الحكومة السورية احتلال القوات التركية لمدينة عفرين، وأكدت وزارة الخارجية السورية في بيان رسمي أن الاحتلال التركي غير مشروع ويتناقض مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وأنه تسبب بمقتل وجرح آلاف من المدنيين. وأشار البيان إلى أن الهجوم التركي قد خدم الإرهاب ودعمه ويمثل تهديدا للأمن والسلم في المنطقة والعالم. أقدمت مجاميع من الجيش التركي أو ما يسمى بجماعة الجيش الحر على سرقة ممتلكات المواطنين والحكومة في مدينة عفرين السورية، وذكرت مصادر عسكرية أن جنودا أتراكا ومجاميع من المسلحين بدأوا بنهب منازل المدنيين ومحتويات المقرات السياسية والعسكرية وآليات وسيارات ومراكز تجارية في المدينة إثر انسحاب القوات الكردية من المدينة. هجم مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري الدول التي حاولت عقد جلسة غير رسمية لمجلس الأمن حول حقوق الإنسان في سوريا. بشار الجعفري قال أن إلغاء الجلسة كشف الانقسام السياسي لدى المجلس بشأن القضايا الجوهرية المرتبطة بالملف السوري، وشكل هزيمة للدول الغربية التي تحاول التلاعب به ضد دمشق. مؤشر مهم جداً، مؤشر يدل على وعي الدول الأعضاء، أغلبية الدول الأعضاء على الأقل في مجلس الأمن، إلى أن هناك من يحاول أن يتلاعب بالإجراءات القواعد الإجرائية لعمل مجلس الأمن. طبعا الأمر الأول الذي يجب أن نلفت الانتباه إليه هو أن ولاية مجلس حقوق الإنسان منفصلة عن ولاية مجلس الأمن. محاولة الجمع بين الولايتين أظهرت هشاشة الموقف، موقف الدول التي دعت إلى عقد هذه الجلسة. تخيل حتى بدون الاتفاق مسبقا مع الدول الأعضاء في المجلس على جدول الأعمال، يعني هل هناك ما هو أكثر من هكذا نفاق؟
دول عضو في مجلس الأمن دائمة العضوية تدعو إلى عقد اجتماع من وراء ظهر دول أخرى بدون موافقة دول دائمة العضوية أخرى في مجلس الأمن، مما أدى إلى هذا المشهد الهزيل والهزيمة النكراء لتلك الدول التي دعت إلى عقد هذه الجلسة. لأول مرة مجلس الأمن يظهر بهذا المظهر المنقسم حتى على مسألة إجرائية، مما يدل على أن هناك انقسام سياسي في مجلس الأمن حول القضايا الجوهرية المتصلة بالملف السوري. قررت المحكمة العسكرية الإسرائيلية جعل جلسات محاكمة الشاب الفلسطيني عهد تميمي مغلقة على الرغم من احتجاجات محامي الدفاع. وأكد غابي لاسكي محامي التميمي أن محكمة الاستئناف العسكرية الإسرائيلية رفضت الطلب الذي قدمه الدفاع حول جعل المحاكمة. واعتبر لاسكي أن عهد التميمي لن تحصل على هكذا ظروف في المحاكمة نزيهة، ويوجه القضاء لعهد التميمي 12 تهمة تتعلق برشق الجنود الإسرائيليين بالحجارة وإهانتهم. اتهم الرئيس محمود عباس حركة حماس باستهداف موكب رئيس الوزراء رامي الحمدالله في غزة. وقال عباس خلال ترأسه اجتماعا للقيادة الفلسطينية أن حماس تختطف غزة ويجب أن يكون القطاع بيد الشرعية الفلسطينية، لأننا جربنا 6 أشهر ونحن نعمل بكل جهد نبعث كل المسؤولين ولم نحصل على شيء، لا في الحكومة ولا في المعابر ولا في الأمن ولا في غيره. ويكفي نفاق، لا نريد نفاقا بعد الآن. هؤلاء لا يريدون المصالحة، هذا ما بذلناه إلى أن ارتكبوا تلك الجريمة الحمقاء التي ارتكبوها. أدانت كل من حركتي حماس وجهاد الإسلام الفلسطينيتين مواقف وتصريحات الرئيس محمود عباس الأخيرة. وعدت حركة حماس الخطاب والمواقف التي صدرت عن عباس بأنها تضرب وحدة الشعب الفلسطيني وعوامل صموده في الداخل والخارج، مشيرة إلى أنها تخلق مناخات تساهم في دعم مشروع ترامب ضد القدس، في حين أعلنت حركة الجهاد الإسلامي استنكارها وإدانتها للتصريحات ورفضها لكل من ستتخذه السلطة من إجراءات وعقوبات في قطاع غزة. تواجه الحكومة الفرنسية مخاطر الملاحقة القانونية الدولية بسبب توريدها أسلحة إلى السعودية والإمارات. وأشار تقرير حقوقي لأن فرنسا ببيعها أسلحة للتحالف السعودي نقضت تعهداتها بالاتفاقية الدولية بشأن حظر توريد الأسلحة للدول التي تخوض حروبا بالشرق الأوسط. ويشير التقرير إلى أن الدبابات والعربات المدرعة الفرنسية يستخدمها التحالف السعودي بقتل المدنيين في اليمن. البنى التحتية ومساكن المدنيين، ناهيك عن تزايد أعداد الضحايا، هي أبرز عناوين العدوان السعودي على اليمن وسط صمت دولي مخزن. يواصل التحالف السعودي ضد اليمن استهداف الطرق والجسور وتدميرها كليا في شتى أنحاء مديريات البلاد، ما تسبب بصعوبة حركة مرور المركبات والشاحنات. تأتي هذه الانتهاكات وسط تزايد معاناة سائقي الشاحنات في محافظة تعز، مما يضطرهم لعبور طرق بعيدة ووعرة تعرض حياتهم للخطر. من أول يوم العدوان ضرب الجسور الذي تربط ما بين مدينة تعز أو محافظة تعز والمحافظات الأخرى، مثل قصر عقان على خط لاحق، قصر السياني على خط إب صنعاء، خط قصر الهاملي على خط الحديدة،
وجسور أخرى على خط التربة. كان للطرق العامة استهدفتها دول العدوان بشتى الوسائل، ولمدينة تعز بالذات حاولت دول العدوان من بداية الحرب أن تسد كل منافذ الوصول إلى مدينة تعز. وفي صعدة استهدفت غارة لطائرات التحالف السعودي حيا سكنيا بمنطقة الصيفي في مديرية سحار شمال المحافظة. الغارة وكعادتها أدت إلى أضرار مادية كبيرة في منازل المواطنين التي تشهد استهدافا متواصلا من قبل قوات التحالف، في الوقت الذي يواصل المجتمع الدولي صمته المخزي إزاء الجرائم ضد اليمنيين. نحن ندير ونستنكر هذه الجرائم الوحشية بحق الأحياء السكنية والمواطنين الآمنين، ونقول لسلمان والأمريكان نحن لن نخاف من هذه الجرائم وهذه الطيارات التي تضربنا بها والصواريخ على الأحياء السكنية الآمنة، لن نخاف. يأتي هذا في الوقت الذي وصلت إلى مطار صنعاء أمس سفيرة الاتحاد الأوروبي أنطونو كالفو بيترا، يرافقها عدد من سفراء الاتحاد، ويرجح أن الوفد سيجري لقاءات مع قيادات في السلطة للبحث في إحياء عملية السلام المتعثرة. ويعد هذا أكبر وفد دبلوماسي أجنبي يزور صنعاء منذ بدء التحالف السعودي ضرباته على اليمن في آذار 2015. دعت جمعية الوفاق البحرينية الجماهير للخروج بتظاهرات شعبية تنديدا بممارسات النظام القمعي، وذلك تزامنا مع مرور 300 يوم على وضع الشيخ عيسى قاسم تحت الإقامة الجبرية. وأكدت الوفاق أن النظام البحريني مستمر بالجرائم والانتهاكات وكبة الحريات والتمييز الطائفي دون ردع، وطالبت الوفاق بضرورة رفع الإقامة الجبرية عن الشيخ قاسم وإرجاع الجنسية له ووقف استهداف العلماء. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه نظيره السوداني عمر البشير في القاهرة، أكد عزم بلاده العمل مع الخرطوم والتعاون مع إثيوبيا، وذلك تحقيقا للمنفعة الجماعية من مياه نهر النيل ومن دون إلحاق ضرر بأي طرف. ميت العمل على استشراف الآفاق أوسع للتعاون والتشاور والتنسيق في مختلف المجالات والقضايا التي تهم البلدين، وبحث الفرص المتاحة وتفعيل الآليات المشتركة المتعددة بين البلدين، ومن بينهما اللجنة الخاصة بتعزيز التجارة والهيئة الفنية العليا المشتركة لمياه النيل وهيئة وادي النيل للملاحة النهرية واللجنة القنصلية واللجنة العسكرية ولجنة المنافذ الحدودية وآلية التشاور السياسي على مستوى وزيري الخارجية. نستطيع من خلال القمم التي تنعقد إن شاء الله سواء في الخرطوم أو القاهرة أو عند لقاءاتنا في المؤتمرات المختلفة أنه فرصة نراجع فيها مع آلياتنا ما لم يتم تنفيذه وما تم تنفيذه لنعززه، وما تم ما لم تنفيذه نزيل منه العقبات والمعوقات لننطلق إن شاء الله. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية البدء بعملية عسكرية لفرض القانون ومطاردة المجامع الإرهابية جنوب البلاد. وقالت القيادة في بيان رسمي أن طيران الحرب نفذ طلعات ضد أوكار المجامع الإرهابية في مناطق الجنوب وتمكن من قتل عشرات الإرهابيين. وأضاف البيان أن تعزيزات عسكرية ضخمة من بينها طائرات مقاتلة وصلت إلى قاعدة براك الشاطئ الجوية، وذلك لمساندة العملية. أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فريدريكا موغريني دعم الأخير للتطبيق الشامل للاتفاق النووي مع إيران. وقالت موغريني عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد أن كل أطراف الاتفاق أكد ضرورة تطبيقه وأن له أهمية استراتيجية للجميع. نؤكد على دعمنا على التطبيق الشامل للاتفاق النووي مع إيران، وكل أطراف الاتفاق أكدت على أهمية تطبيقه ولديه أهمية استراتيجية للجميع، ومن ناحيتنا أن أهميته أمنية. نحن نضع عقوبات على بعض الدول بدون أن تؤثر على اتفاقيات معينة، ولقاءنا مع إيران في مسألة الاتفاق النووي الأسبوع الماضي كان للتأكيد على وحدة موقفنا فيما يخص هذا الملف.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده لن تنخرط في سباق تسلح جديد، وستكرس اهتماما خاصا بالمؤسسة العسكرية وتطويرها من أجل الحفاظ على روسيا قوية. وقال بوتين خلال اجتماع عقده مع المرشحين الرئاسيين في الانتخابات أنه يتعين على الحكومة الروسية الاهتمام اللازم بالقدرة الدفاعية للبلاد ومواصلة تعزيزها. روسيا لن تنخرط في سباق تسلح جديد، وسوف تكرس اهتماما خاصا للمؤسسة العسكرية وتطويرها من أجل الحفاظ على روسيا قوية، وبالطبع يتعين علينا إلى القدرة الدفاعية للبلاد والاهتمام اللازم ومواصلة تعزيزها، ولن ندخل في سباق التسلح، بل على العكس سنقوم ببناء علاقات مع جميع دول العالم بطريقة بناءة، وهدفنا الرئيسي هو ضمان رفاهية الناس. عادات اجتماعية وطقوس خاصة ترافق أعياد نيروز في إيران، حيث الموائد المزينة وزحام الأسواق بالتزامن مع إجراءات حكومية تهدف لمعالجة الغلاء ودعم أصحاب الدخل. وهذا كله والمزيد مع عقيل عادل. تنعكس ألوان الربيع في إيران داخل كل بيت، فالاعتدال الربيعي أو اليوم الذي تنهي فيه الأرض دورتها حول الشمس يبدأ فيه الإيرانيون بتجديد حياتهم عبر إحياء عيد النوروز أو اليوم الجديد. الأسواق المزدحمة بالمتبضعين تعكس الاحتفالات بأول أيام السنة الفارسية، عادات اجتماعية معينة ترافق أيام العيد 13 يوما. هافتسين، أي مائدة سينات السبع مثلا، تلتزم بها أغلب العائلات. يتم فيها إعداد مائدة تتضمن 7 أشياء تبدأ بحرف السين. قبيل النوروز يقوم الجميع بإعداد مائدة سينات السبع والتسوق للسنة الجديدة وكل ما يحتاجونه. ويختار الإيرانيون أشياء ترمز إلى النقاء والصفاء والتجدد، بدءا بالفاكهة وسبائك الذهب وصولا إلى القرآن الكريم والمرآة والسمك الأحمر، أشياء تجسد الشكر لله على ما أعطاهم. التفاح يرمز إلى النشاط والحيوية، حلاوة القمح تمثل حلاوة الحياة، والعشب يدل على اخضرار الحياة، والعملة تدل على ثروة أكبر. وبالنظر لازدحام الأسواق وإقبال الناس على التسوق والشراء، ترتفع أسعار السلع وخاصة المأكولات في هذه الفترة في كل عام، أمر أدى إلى وضع خطط حكومية لمعالجة الغلاء من خلال إنشاء قاعات حكومية لعرض أنواع الفواكه واللحوم والمكسرات بأسعار تناسب أصحاب الدخل المحدود. أعتقد هذه الخطوة من قبل السلطات تمنع استغلال المواطنين من قبل بعض التجار وأصحاب المحلات، وتساهم بشكل كبير في خفض الأسعار. لا يزال النوروز يشكل أقدم وأهم مناسبة احتفالية تشهدها إيران بجميع الطوائف والأقوام، لتعبر به عن عراقة حضارتها وثقافتها مع بداية فصل الربيع. عقيل عادل، قناة بلادي، طهران. النشرة انتهت وبقي تذكير بأبرز عناوينها. رفض نيابي وسياسي للتوغل للقوات التركية بعمق الأراضي العراقية، ومطالبات بالتوجه نحو المجتمع الدولي لإدانة التجاوز على سيادة العراق. النازحون والفقراء ساحة تحاول بعض الأحزاب في الأنبار اللعب عليها لشراء أصواتهم بمبالغ زهيدة في الانتخابات. مجلس النواب يحدد 19 من الشهر الجاري موعدا لانعقاد جلسته الأخيرة، والقانونية النيابية تستبعد إقرار القوانين بالفترة المتبقية. تأجيل زيارة ابن سلمان إلى بغداد لما بعد الانتخابات، ومكتب العباد يؤكد أن إعلان زيارة المسؤولين من اختصاص الحكومة حسنًا.